طاب مساءكم مشاهدينا الكرام. نشرة الثامنة على قناة الموريتانية ستتابعون فيها. رئيس الجمهورية يتفقد بمقاطعة وادناغ الكتيبة التي ستمثل بلادنا في قوات حفظ السلام الأممية بجمهورية وسط إفريقيا. الإعلان بالجمعية الوطنية عن إنشاء فريق برلماني يعنى بحماية المدن القديمة والتراث القيمي. مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بأحد الأحياء الواقعة وسط اسطنبول، والرئاسة التركية تدين الهجوم وتدعو لتوحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. تفقد رئيس الجمهورية سيد محمد ول عبد العزيز ظهر اليوم بمقاطعة وادي الناقة كتيبة الجيش الوطني التي ستمثل بلادنا في قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية وسط إفريقيا. وتجسد هذه الكتيبة التي تتألف من 750 فردا التزام بلادنا بالمساهمة في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين وعلى وجه الخصوص في القارة الإفريقية، كما تبرز حضور بلادنا المتزايد وغير المسبوق في هذه الجهود. رئيس الجمهورية السيد محمد ول عبد العزيز وصل ظهرا إلى التجمع الثالث لسرايا الدرك الوطني المتنقل بوادي الناقة في مستهل زيارة تفقد واطلاع للكتيبة الأولى من الجيش الوطني التي ستشارك إلى جانب القوة الدولية الأممية في عملية حفظ السلام بجمهورية وسط إفريقيا. رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رفقة وزير الدفاع الوطني والفريق قائد الأركان العامة للجيوش استعرض على أنغام الموسيقى العسكرية وحدات هذه الكتيبة المهيئة لتمثيل بلادنا في الميدان الدولي وحفظ السلام في القارة الإفريقية. وتتكون الكتيبة من 750 فردا تم اختيارهم انطلاقا من معايير التميز والانضباط والاستعداد لخدمة الوطن وتمثيل الجيش الموريتاني أحسن تمثيل خارج البلاد.
وقد حرص رئيس الجمهورية وهو في الميدان على الاطلاع عن قرب على نماذج من الآليات والمعدات الفنية والعسكرية والتقنية التي تزودت بها هذه الكتيبة. وفي قاعة العروض تابع رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عرضا فنيا بين بالتفصيل مراحل التكوين والتدريب التي مرت بها الكتيبة طيلة تربصها في ميدان وادناقة، وبين العرض بصور مستوى الجاهزية الذي خول هذه الكتيبة لأن تكون هي الأولى في الجيش الوطني التي تحمل علم الجمهورية الإسلامية لموريتانيا خفاقا في الميادين الإقليمية. كما تابع رئيس الجمهورية شروحا حول أسطول المدرعات والآليات العسكرية الذي ستستعين به هذه القوة في مهمتها، ووسائل الاتصالات الحديثة التي تواكب وتدعم مهمة حفظ النظام في جمهورية وسط إفريقيا. وفي اجتماع آخر خص به رئيس الجمهورية عناصر كتيبة الجيش الوطني التي ستغادر البلاد قريبا متجهة إلى جمهورية وسط إفريقيا، دعا السيد الرئيس الضباط والقادة وضباط الصف والجنود المكلفين بهذه المهمة إلى التحلي بكامل مسؤولياتهم تجاه نظرائهم في الميدان وتجاه البلد المضيف، مؤكدا لهم ضرورة اليقظة لأن المهمة نبيلة ولا تتحمل الأخطاء، ولأن نجاحها يجسد الصورة الناصعة والانطباع الجيد الذي أصبح عند الجميع تجاه جيشنا الوطني الباسل. وختاما لزيارة الوداع أكد رئيس الجمهورية أمام هذه الكتيبة أن مشاركة موريتانيا في القوة الدولية لحفظ السلام في القارة السمراء يعتبر قفزة نوعية إلى مرتبة سامية لا يمكن الوصول إليها إلا بالتميز، ولا تمكن المحافظة عليها إلا بالأداء الجيد والاحترام والإخلاص. في الشأن العسكري، أصبحت قوتنا المسلحة تمتلك التجهيزات والآليات والمعدات العسكرية الكفيلة بالدفاع عن الحوزة الترابية ولعب دورها الكامل في حفظ السلام على المستوى الإقليمي والدولي. الورقة التالية تعكس جوانب من التطور الذي شهدته هذه المؤسسة الدفاعية على مستوى العدة والعتاد. تلعب قوتنا المسلحة دورا بارزا في حماية الوطن والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه. الجيش الوطني أصبح اليوم يمتلك القدرة والإرادة والتجهيزات اللازمة التي تضمن له القيام بواجبه المقدس في الدفاع عن الحوزة الترابية للوطن ومكتسباته وحماية المواطنين في كل شبر من البلاد ومساهمته المتميزة في تنمية البلاد. جيشنا الوطني يحظى بمكانة كبيرة واحترام شعبي ودولي لدوره على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. في هذا السياق تم تجهيز كتيبة للجيش الوطني تمثل بلادنا في قوات حفظ السلام الأممية في جمهورية وسط إفريقيا، وخضعت هذه الكتيبة لتدريبات وتكوين في مختلف المجالات العسكرية. وتجسد هذه الكتيبة التزام بلادنا بالمساهمة في جهود حفظ السلام والأمن الدوليين وعلى وجه الخصوص في القارة الإفريقية، كما تبرز حضور بلادنا المتزايد وغير المسبوق في هذه المهام. وحدة أخرى من الدرك الوطني تم إرسالها منذ السابعة إلى إفريقيا الوسطى للمشاركة في عمليات حفظ السلام. بلادنا شاركت أيضا بوحدتين من الحرس الوطني في حفظ السلام بالكوت ديفوار بعد أن أكملت التدريبات والتحضيرات اللوجستية اللازمة للقيام بهذه المهام النبيلة. وتم تكريم الوحدة الأولى من الحرس الوطني بالكوت ديفوار، حيث وشحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بهذا البلد بميدالية الشرف هذه الوحدة. وهنأت الممثلة الخاصة للأمين العام أفراد وحدة الحرس الموريتانية معربة عن تقديرها للعمل المتميز الذي قامت به هذه الوحدة في حفظ السلم ولروح العطاء والمهنية العالية والالتزام في تنفيذ المهام. وثمنت المسؤولة الأممية مستوى التعاون بين هيئتها وموريتانيا في مجالات حفظ الأمن والاستقرار بالكوت ديفوار وإفريقيا عموما. تم اليوم بمباني الجمعية الوطنية الإعلان عن إنشاء فريق برلماني يهتم بحماية المدن القديمة والتراث القيمي، ويسعى هذا الفريق إلى المساهمة في صيانة وتثمين تراثنا ودعم ومناصرة مدننا القديمة من خلال التنويه والتعريف بما تحتويه من كنوز تشكل متحفا حيا يحكي قصة المجتمع الموريتاني خلال القرون الماضية. حلقة جديدة في سلسلة الأنشطة الهادفة إلى النهوض بالموروث الثقافي الموريتاني. الجمعية الوطنية تشهد تشكيل فريق برلماني لحماية المدن القديمة والتراث القيمي.
ترى أهمية هذا الفريق من خلال عنايته بالموروث الثقافي والحضاري تجاوبا مع الجهود الجبارة المبذولة من قبل السلطات العمومية، حيث تنظم مهرجانات سنوية لإحياء المدن القديمة، وتنفق أموال طائلة في سبيل هذه المدن وقاطنتها. أنشطة الفريق ستنتظم وفقا لاستراتيجية ترتكز على التحسيس بأهمية هذه المناطق وعلى التشجيع على الاستثمار فيها. لا يخفى عليكم مدى أهمية مدننا القديمة التي تعتبر شاهدا حيا على تراثنا القيمي وموروثنا الثقافي والحضاري، مما دفعنا إلى إنشاء هذا الفريق لمناصرة هذه المدن من خلال دعم كل الجهود الخيرة الساعية إلى الاعتناء بها لتلعب دورها المحوري كما كانت مراكز إشعاع علمية ونقاط تجارية مزدهرة. سيقوم هذا الفريق بحول الله بإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة لمناصرة هذه المدن من خلال التعريف بها وتعبئة الموارد لدعم مختلف المجالات التنموية بها وحث السلطات العمومية والمستثمرين الخصوصيين على الاستثمار فيها باعتبارها مراكز سياحية يمكن أن تلعب دورا محوريا في تنمية البلد إذا ما تم استغلالها. مبادرة ينتظر منها أن تساهم في خلق تنمية محلية تعيد لهذه المدن التاريخية مجدها وأن تحيي دورها الفعال في صناعة تنمية شاملة بالبلد. في شأن سياسي، قدمت مؤسسة المعارضة الديمقراطية خلال مؤتمرها الصحفي السنوي الوضعية العامة لهذه المؤسسة ورؤيتها لواقع وآفاق السياسة الوطنية. المؤتمر الصحفي جرى بحضور ممثلي الصحافة الوطنية والدولية وعدد من قادة ورموز الأحزاب المعارضة وبعض النواب البرلمانيين المنضوين تحت لواء المعارضة. وخلال هذا المؤتمر الصحفي، استعرض زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية الحسن والمحمد الوضعية الحالية لهذه المؤسسة وأبرز التحديات التي تواجهها. لا بأس أن أقف عند ثلاث نقاط. الأولى منهم العقبات والعراقيل اللي واجهتنا في هذه السنة من المأمورية اللي نتحدث عنها الآن. النقطة الثانية إشارة الأهم الحصيلة اللي قدينا أن نعدله في هذه الظروف سابقة اللي لا نذكر، والنقطة الأخيرة التذكير الله زاد نارتنا للواقع ووجهة نظرنا في الخروج من هذا الواقع. فيما يخص النقطة الأولى اللي هي التحديات، احنا فعلا المجلس والإدارة الجديدة للمؤسسة استلمتها في ظرفية لا تحسد عليها. من جهة المؤسسة مجهولة لدى الساحة الوطنية بشكل كبير، ومن جهة أيضا الأزمة السياسية اللي يمر بها بلدنا ألقت بظلالها هي الأخرى على المؤسسة، والمعارضة أيضا هي الأخرى تباينت مواقفها في الفترات الماضية من المشهد ومن التعاطي مع هذا المشهد، من اللي جعلها بعضها ممثل في البرلمان ومشارك في الاستحقاقات الأخيرة واللي نحن في المؤسسة ثمرته، وبعضها قاطع تلك الاستحقاقات وله موقف من جملة المؤسسات القائمة واللي أيضا نحن واحدة من هذه المؤسسات. ننتقل الآن مشاهدينا الكرام إلى داخل البلاد، حيث تفقد وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي صباح أمس عددا من المشاريع التنموية التي يجري إنجازها على مستوى مدينة ألاج عاصمة ولاية البراكنة. وقد أظهرت هذه الزيارة تقدم الأشغال في العديد من المشاريع المرتبطة أساسا بالبنى التحتية الصحية والتعليمية. تفقد المنشآت المنجزة والاطلاع على المراحل التي وصلتها تلك التي قيد الإنجاز
هدفان من الزيارة التي يقوم بها وزير الإسكان والعمران والإصلاح الترابي لولاية البراكنة. ففي إطار الاطلاع على تقدم الأشغال في مشروع توسيع وعصرنة مدينة ألاق، زار السيد الوزير لماركة الصحي بحي دباي الذي قاربت الأشغال فيه الانتهاء، ويبلغ الغلاف المالي لتنفيذه 69 مليونا و700 ألف أوقية. كما تفقد الوزير في إطار مشروع عصرنة مدينة ألاق 3 مدارس مكتملة في مناطق مختلفة من المدينة، واستمع الوزير إلى شروح مفصلة من القائمين على تنفيذ هذه المنشآت التعليمية التي يبلغ غلافها المالي قرابة 200 مليون أوقية. منشآت مشروع توسيع وعصرنة مدينة ألاق ممولة كلها من موارد الدولة ومنفذة من شركة إسكان كرب عمل ممتدب من طرف القطاع. زيارة الوزير شملت أيضا ملعب المدينة قيد الإنشاء، وهو ملعب سيكون بسعة 1000 متفرج، وقد وصل تمويله 358 مليون أوقية. كما شملت الزيارة أيضا دار الشباب التي وصل تشييدها مراحل متقدمة وبلغ غلافها المالي 100 مليون أوقية. ملعب المدينة ودار الشباب مولان من قبل الدولة، وتنجزهما إدارة المباني والمؤسسات العمومية بوزارة الإسكان. ختام زيارة منشآت مدينة ألاق كان اجتماعا عقده السيد الوزير بمبنى الولاية، حضره الوالي والسلطات الإدارية والأمنية ومدير شركة إسكان. وخلال هذا الاجتماع شدد الوزير على ضرورة احترام أجل تنفيذ الأشغال، كما أمر بتشكيل لجنة لتسوية تظلمات المواطنين في المناطق التي سيشملها التخطيط العمراني، وطلب الوزير المواطنين بالتعاون مع السلطات في هذه القضية. عمل المركز الوطني للأنكولوجيا منذ إنشائه على توفير الخدمات العلاجية للمصابين بمرض السرطان ووضع حد للتداوي خارج البلاد، وقد توسعت دائرة الخدمات التي تقدمها هذه المنشآت الصحية، حيث أصبحت تفتح المجال واسعا للاستفادة من خدماتها الاستشفائية أمام المصابين بهذا الداء العضال في الدول المجاورة. بالأمس القريب كان حلما، وفي سنوات خمس أضحى المركز الوطني للأنكولوجيا واقعا ملموسا وأملا متجددا للكثيرين من مرضى السرطان بالبلاد. ففي وقت تتزايد فيه أعداد المصابين بالمرض ليس فقط في موريتانيا بل العالم أجمع، وصار تحمل أعباء وتكاليف العلاج في الخارج هم المريض الأول، جاء إنشاء هذه المؤسسة لتزيل بعض العبء عن كاهل المريض وتكون سندا له في رحلة علاجه. أنا هاي عندي والدة هون لي 7 أشهر والله لكن داوي الحمد لله، أنا راينها راي عافية الحمد لله لها والأطباء زيني ما قطي أنا تبارك الله ما عدلونا شي زين ومتنظر. جيت هون نداوي مرهون هنا قارب لي الدواء، ولها نقدم الشكر للدولة على مجهودها اللي عدلت لين عدلت لنا طب تجيه الأفارقة. هذا الطب شاكن الدولة عليه لأنها اختصرت ياسر من المرضى مسافة، كان المرضى يمشي يقصوا الخارج وهذا، ومن عدد الطب ما شاء الله حل ياسر من مشاكل الناس الضعف وهذا يقال مازال في النواقص. الفحوصات بالنسبة شي من الناس قادر على يعدد الفحوصات وخوينين عنده لهم ما هم رواية عنده، قال هون أكثر الناس اللي ضعاف وعاجز. خزيمة محمد علي من جهة استمالية، ساكنين في المخيم اللاجئين في المبرة، عندي مرض هون يداوي فيها الطب. أول مرة داروا عملية في العين، جينا الطب هون مشاونا هالطب أنكولوجيا، دارنا تريت ما ترواف وترواجر من هالتريت ما تبارك الله برا ما عنده مشكلة. لا تقتصر عملية العلاج بالمركز على الوسائل الجراحية والكيميائية، فمنذ العام 2010 استحدث المركز وحدة للمعالجة بالأشعة وأخرى خاصة بالطب النووي، فكان اختصاص الأولى تحديد مكان الورم السرطاني والجرعات الملائمة له وتعريض المصاب للأشعة اللازمة لعلاجه، فيما تركزت مهام وحدة الطب النووي على استخراج تصوير أدق للورم في كافة مراحله. هذا المريض اللي تشوفه قدام نورك وصل مرحلة العلاج المباشر بالأشعة بعد طبعا فات مر بالمراحل الأولية اللي هو التشخيص أولا. التشخيص عبارة عن عينة توخى من 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 المريض وبعد يعملها فحص اسمه بيوبسي يتأكد عن وجود ورم سرطاني يعاني من المريض. احنا ما نستقبل هون اي مريض ما فات وعدل البيوبسي، من يفوت يعدل البيوبسي يوصل عندنا احنا هون.
أول مرحلة يمر بها هي الإسكانر، مرحلة التصوير الطبقي، المرحلة الأولى. فيم لا يعدل له شيء، قال له سانتراج، جلسة تحضيرية للأشعة، جلسة أولية. من بعد المرحلة الثانية يمر على الطبيب المشرف على العلاج. من بعد يعدل الكونتراج. من بعد يمر على الفيزياي، يتم قياس وتحديد كمية الأشعة اللي لإقبال المريض. كما يحوي المركز قسما خاصا بالأورام وأمراض الدم عند الأطفال، تؤمن علاجا يوميا واستشارات متواصلة لهم، إضافة لوحدة فحص بالأشعة تراقب تطور المرض في كافة مراحله عبر غرف لتسجيل واستخراج الصور رقميا. نحن يوم نعدل الدياجنوستيك معناه أن نستطيع نشوفه شخص المرض، شخص المريض، نعدل سكانير ونعرفه تطور المرض فيه ومنين لاحق. عندنا بعض الأجهزة، كيف عندنا النيكوغرافي، عندنا الماموغرافي هنا تيها بالتصوير بالأشعة عملي هنا راديو. يجي المريض هنا للسانتر، نعدل سكانير نعرفه تطور المرض فيه منين لاحق. ينفوت نعدل ذاك السكانير ونشوفوا هذا يبدا الاشعاع ويبدا الدواء ينفوت مادي تم احنا الان متلازمين معاه. وقد تم تدعيم المركز الوطني للانكولوجيا بتجهيزات متكامله لحفظ الادويه، كما حظيت المختبرات كغيرها من الاقسام باهتمام بالغ، فتم تجهيزها على مدى سنوات لتقوم بدورها على اكمل وجه ولتكمل عمل الكادر الطبي، ليكون المركز جاهزا لاستقبال المواطنين والمرضى القادمين من الخارج. إذن مشاهدينا الكرام، لتسليط الضوء على هذا الموضوع بشكل مفصل، نستضيف لكم في نشرتنا الليلة البروفيسور المصطفى والمحمد دو، مدير المركز الوطني للأنكولوجيا. أهلا وسهلا بكم سيد دكتور. بداية، على ضوء الاتفاقية التي وقعتها بلادنا مع جمهورية تشاد في المجال الصحي طبعا، ما هي الآفاق التي سيفتحها المركز الوطني للأنكولوجيا في مجال توسيع دائرة تغطيته؟ شكرا لتحت الفرصة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبقى ذكر عن المركز الوطني للأنكولوجيا بعد 6 سنوات من إنشاؤه، وفضلا من الله ثم بدعم مستمر من السلطات العليا للدولة الحق مرحلة، عاد مركز الحمد لله معروف دوليا. وهذه الاتفاقية اللي وقعت وزارة الصحة التشادية مع الدولة الموريتانية تعبر عن هذا الأمر، واختيار هذا المركز من بين مراكز كثيرة خاصة المراكز المغربية اللي كانت تصل تمشي لها دولة تشاد مرضاها، يعبر عن جهود بناء الحمد لله، ويعبر ملي عن نجاح هذا المركز. الآفاق اللي يفتح المركز التغطية الصحية في المنطقة آفاق الحمد لله، مؤشرات بم مؤشرات واضحة. كثير من الدول المجاورة اللي ما هي تشاد اللي قريبة منا، كيف تقريبا دولة السنغال ودولة مالي، بدوا مرضاهم لهم سنة عادوا جوا المركز يتعالجوا فيه، وغير ما زالوا يجوا بطريقة لا شيء من مرضاهم ومشي عن طريق تراسل بين الأطباء. ولكن بم أمل كبير أعلنا إن شاء الله، وهذه الدول تدخلية زادي في نطاق رسمي توافق بين هذه الدول ووزارة الصحة الموريتانية. دكتور، ما مدى تأثير إشراك الأشقاء التشاديين وربما غيرهم من مثلا الدول المجاورة، مدى تأثير هذا الشيء على مدى استفادة المواطنين الموريتانيين من خدمات هذا المركز؟ مثلا بعبارة أخرى، هل تمت هناك آلية أو هل اتخذت الإجراءات اللازمة بالتماشي مع هذا الإجراء؟ طبعا هذا المركز انشاؤه في البدايه الرؤيه المطروحه له كان عن عود مركز افريقي، ما هو الا الموريتاني وحده، وكيف قلت لكم هاي الاتفاقيه تعبر عن هذا، واختياره مبني على بعض الامور الواضحه انه الحمد لله مركز عنده جوده عليا، اصبح بعد 6 سنوات مده قصيره حتى جوده عليا في العلاج، وعنده طاقم بشري الحمد لله مكون تحت رقابه من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه، ونفس الوقت ملي عنده تجهيزات اساسيه. نتيجته المعنويه مهمه بالنسبه لنا احنا، وثانيا لا يطور ملي اطبائنا على انهم يتعرفوا على انواع المرضى كاملين في القاره الافريقيه، ويصبحوا اذا مرجعيه
في هذه المنطقة اللي هي. هل من آلية مخصصة لمثلا المتابعة والمعاملة مع هؤلاء المرضى مثلا القادمين من الدول المجاورة؟ هل هناك جناح خاص بهم أم أنهم يتلقون العلاج كغيرهم من المواطنين الموريتانيين نفس يمرون بنفس المراحل ونفس بالنسبة للعلاج علاج المرضى كامل واحد. بالنسبة لاستقبالهم هو هذا كامل محدد في الاتفاقية، ولكن الاستقبال طبعا علينا احنا نعودوا جاهزين بالنسبة للبلدات نعودوا نسكنهم فيهم ومتابعتهم، واللي هو العلاج واللي هو المراقبة وهذا كامل مراقبة مريض السرطان، مريض تشادي والله مريض موريتاني، المراقبة نفس المراقبة ويحضروا بنفس. مصلحة مختصة في المستشفى بمثلا المرضى من غير الموريتانيين؟ التخصص او جناح مخصص لهم؟ طبعا عندنا اجنحه وعندنا الحمد لله غرف وعندنا هذا كامل، احنا جاهزين وبيلي هذا كامل. كي قلت لكم في البدايه تكوين المركز معدل عدل اصلا تصميمه لانه قد يستقبل كثير من مرضى خارجيين ومرضى الموريتانيين، معناها نحن مستعدين الحمد لله. بصفه ذاك دكتور، هل اصبح بمقدور المركز الوطني للانكولوجيا بموريتانيا وضع حد لتلقي العلاج للمصابين بداء سرطان في خارج البلاد؟ اليوم بالنسبة للعلاج بالأشعة نأكدوا على المركز الوطني للأنكولوجيا يتكلف بالعلاج، ولا تفهم أي رفع المريض مهما كان شور الخارج ياك تعالج بالأشعة. نفس الشيء الطب النووي، به اللي الطب النووي مهم للتشخيص وعلاج مرض سرطان القدة الدرقية اللي كان هو التالي من سرطانات اللي كان طارح لنا مشكلة رفع. اليوم أصبح الحمد لله ذاك الرافع مات يعدل، ونقدر نقول اليوم على العلاج بالأشعة والعلاج بالمواد الكيميائية والعلاج بالطب النووي احنا ماتينا نرفعه للدول الخارجية. بالعكس احنا مستعدين عندنا نحان والدول الاخرى اللي مطروحه لها كانت المشكله اللي كانت مطروحه احنا في البدايه عنهم يتمشون مرضى. هناك دكتور سؤال اخير، هناك بعض التخوف من ان هذه الاتفاقيه وربما اذا كان هناك امتداد لها في المستقبل ربما قد تكون عبئا على هذا المركز، وتعرف مدى مثلا حاجه الموريتانيين لخدماته، كيف تطمئن اصحاب هذا التخوف؟ طمئنهم بمثال بسيط، احنا اليوم عندنا مسرع الكتروني يقدر يستقبل 150 مريض يوميا، وفي الحاله اللي فيها احنا درك نعملوه ل 35 مريض يوميا، معناها عندنا الحمد لله قدره استقبال المرضى لا يتخوفوا المرضى الموريتانيين، اذا تموا لا يعالجوا بنفس الطريقه، واذا جاونا المرضى من الخارج عندنا قدره اللي نقدر نستقبلهم بها ولا فهم اي مشكله مطروحه. اذا البروفيسور المصطفى والمحمد مدير المركز الوطني للانكولوجيا، شكرا جزيلا لكم، كنتم ضيفنا في هذه النشره. شكرا. تتواصل بمدينة النعمة فعاليات النسخة الأولى من مهرجان المقاومة العسكرية والثقافية والعلمية، وقد أسهمت هذه التظاهرة في إثراء الساحة الثقافية من خلال عروض متنوعة مكنت من نفض الغبار عن تاريخ المقاومة الوطنية بشتى أنواعها. تتواصل لليوم الثاني على التوالي في النعمة فعاليات مهرجان المقاومة الثقافية والعسكرية والشخصيات العلمية، وسط حضور مكثف للأطر والوجهاء وتنظيمات المجتمع المدني على مستوى ولاية الحوض الشرقي. وتميز برنامج ثاني أيام المهرجان بمحاضرات ثقافية أصلت لدور المقاومة الوطنية وما قدمه رجالاتها من تضحيات جسام. المقاومة تعتبر هي الثمرة اللي من خلالها تم استقلال البلد، نتيجة كفاح هؤلاء المناضلين وهؤلاء الشجعان وهؤلاء الناس اللي أبات عنها تترك حياتها ولا مجدها تحت أيدين المستعمر. عدلنا لوحة لهذه المقاومة تمثلت سلسلة المخيمات اللي ظهرت 17 خيمة، وقلنا علينا كل تظاهرة لابد لها من شخصية علمية تعود من اللي حمل التراث موريتاني في الداخل والخارج. وبالتالي نشكر ونثمن عاليا المنظمين. المهرجان أبرز حراكا مثل بدوره انتعاشا للحركة الاقتصادية والتجارية في الولاية، مما عاد بالنفع والفائدة على السكان خاصة ذوي الدخل المحدود. المهرجان أعطى أهمية فعلا للولاية بجميع 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 جميع النواحي، بما في قدر من الأمسيات الثقافية، وعدد فيه محاضرات عن بعض الشخصيات، واستفادت مولي من الولاية اقتصاديا بما فيها لوبيرج اللي يهون من لوبيرج كامل قطعا استفاد،
واستفادت المرسى اقتصاديا، ذيك الباعه اللي ناس اللي تبيع كل شيء، ناس يعني استفادت المدينه حتى وهرشاره اللي جا ونعشوا الولايه مولي بكامل، يرجع فضله قطعا للقياده العليا اللي عاطيه اهتمام للنوع من المهرجانات، وهي اللي فترتها خلقوا كاع المهرجانات السابقه ما كان خارج مهرجان. الرماية التقليدية كانت حاضرة ضمن فعاليات المهرجان، حيث شاركت عدة فرق في مسابقة بالمناسبة سيكرم فيها الفريق الأكثر حظا. وقد انعشت فرق فنية السمر الليلي لمهرجان المقاومة الثقافية والعسكرية والشخصية العلمية في نسخته الأولى بعاصمة ولاية الحوض الشرقي. دوليا، أودت الانفجارات العنيفة التي هزت العاصمة العراقية بغداد ومدينة المقدادية بحياة عشرات القتلى، كما شهدت العاصمة العراقية اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن العراقية ومسلحين في بعض المراكز التجارية. سلسلة تفجيرات جديدة تضرب العاصمة العراقية بغداد ومناطق أخرى من البلاد، حصيلة ضحايا الهجمات التي استهدفت أحد المقاهي ومركزا تجاريا ومساجد تجاوزت 52 قتيلا و120 جريحا. ففي منطقة بغداد الجديدة استهدف هجوم مركزا تجاريا مما أدى إلى مقتل 19 شخصا وإصابة 48 آخرين بجروح، بعد اشتباكات مع قوات الأمن العراقية قتل خلالها منفذو الهجوم الأربعة، في حين تم إعلان حالة الطوارئ في العاصمة وإغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش مسؤوليته على الفور عن الهجوم الدامي. وفي منطقة النهروان شرق بغداد استهدف هجوم آخر أحد المقاهي مخلفا 7 قتلى وواحدا وعشرين جريحا بحسب مصادر أمنية عراقية. وفي مدينة المقدادية بمحافظة ديالى شمال شرق العاصمة بغداد قتل 26 شخصا وأصيب العشرات جراء هجوم مزدوج تم تنفيذه بواسطة سيارة مفخخة يقودها انتحاري يرتدي حزاما ناسفا. وبعد الهجوم المزدوج في المقدادية أفادت مصادر محلية عراقية بأن ميليشيات مسلحة وصفتها بالطائفية قامت بتفجير 4 مساجد في قضاء المقدادية الذي يشهد حظرا للتجوال، كما سجلت ذات المصادر أن الوضع في المحافظة متأزم جدا، وذلك بعد مطالبة الميليشيات المسلحة لسكان المنطقة بمغادرتها خلال 24 ساعة. أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الهجوم الذي تسبب في مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بأحد الأحياء الواقعة وسط اسطنبول. وقد أكد الرئيس التركي عزم بلاده على مواصلة محاربة الإرهاب موضحا أن هذه الحادثة تظهر أهمية توحيد الجهود من أجل الوقوف في وجه ظاهرة الإرهاب. إثر انفجار في منطقة المسلمة المصرية بميدان السلطان أحمد التاريخية السياحية وسط مدينة اسطنبول سقط عدد من الضحايا جراء هذا الانفجار. الشرطة والطواقم الطبية هرعت إلى موقع الانفجار للحيلولة دون إصابات أخرى قد تنجم عنه، وكانت مصادر مختصة قد أعلنت عن عدد القتلى والجرحى، في حين نقلت قنوات تلفزيونية تركية أن الانفجار ناجم عن هجوم انتحاري، لكنها لم تقدم حصيلة نهائية عن عدد الضحايا. وقال مصدر إعلامي إن الشرطة أغلقت المنطقة بالكامل وأنها تجري مسحا كاملا لها تحسبا لاحتمال وجود قنابل أخرى فيها. وكانت العاصمة التركية أنقرة قد شهدت في شهر أكتوبر الماضي تفجيرين انتحاريين أسفرا عن مقتل 100 شخص فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة. إذن الآن مشاهدينا الكرام يأتي دور منامة محمد في أخبار الرياضة.
أهلا بكم. أظهر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا نتائج التصويت بالنسبة لممثل موريتانيا الثلاثة ميسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام 2015. أفادت مصادر إعلامية جزائرية عزم المنتخب الجزائري للأواسط أقل من 20 سنة أن يلاقي وديا نظيره الموريتاني خلال شهر فبراير المقبل. وعزت ذات المصادر هذا النبأ إلى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد محمد روراوة الذي كشف خلال اجتماع عقده في قاعة المؤتمرات بملعب 5 يوليو عن المباريات الودية القادمة لأواسط المنتخب الجزائري، حيث تحدث عن مباراتين منتظرتين لهذا المنتخب ستكون الأولى منهما أمام المنتخب المصري نهاية شهر يناير الجاري، على أن تكون الثانية أمام منتخبنا الوطني للأواسط شهر فبراير المقبل. بعد نهاية الجولة 12 من الدور الوطني لأندية الدرجة الأولى يواصل نادي تفرغ زينة تصدره للفرق المشاركة بالبطولة، وذلك بعد جولة واحدة أو على بعد جولة واحدة من نهاية مرحلة ذهاب الدوري. تفرغ زينة يتصدر فرق الدوري برصيد 31 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق أفسن واذيب برصيد 26 نقطة، وفي المركز الثالث يتواجد فريق الوئام برصيد 22 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن فريق الحرس صاحب المركز الرابع وبفارق 4 نقاط عن فريق سنيم كانسادو صاحب المركز الخامس. أما في وسط الترتيب فتتواجد على التوالي فرق الأكسرة زمزم تججة والشرطة، وفي مذيلة الترتيب توجد كل من الكدية اتحاد العصابة الجيش وتجنين. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على حسن المتابعة، وبعد الفاصل عودة إلى بتمة اليداري. إذن شكرا لمنى، تذكير بالعناوين هو ما نختم به هذه النشرة. رئيس الجمهورية يتفقد بمقاطعة واد الناقة الكتيبة التي ستمثل بلادنا في قوات حفظ السلام الأممية بجمهورية وسط إفريقيا. الإعلان بالجمعية الوطنية عن إنشاء فريق برلماني يعنى بحماية المدن القديمة والتراث القيمي. مقتل 10 أشخاص وإصابة آخرين بأحد الأحياء الواقعة وسط اسطنبول، ورئاسة تركيا تدين الهجوم وتدعو لتوحيد الجهود من أجل محاربة الإرهاب. إذن مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم في نشرة إخبارية أخرى عند منتصف الليل. إلى اللقاء.